السلام عليكم، مرحبا باخواني. اذا في هذا الفيديو هذا نشوفوا طريقه معرفه من يزور صفحتك الشخصيه على تيك توك. طريقه بسيطه وسهله للغايه. كل ما عليك اخي العزيز تاتي الى هذا الخيار هنا الملف الشخصي، ثم تاتي الى هنا ثلاثه نقاط هنا، وتاتي الى الاعدادات والخصوصيه هنا. بعد ذلك تاتي الى الخصوصيه هنا وتنزل الى الاسفل، ستجد هذا الخيار هذا مشاهده الملف الشخصي، تضغط عليه وتفعل هذا الخيار. وبهذه الطريقه قد فعلت هذا الخيار، وسترى هنا في هذا المكان تدخل إليه، وسوف تجد هنا أي شخص قام بزيارة صفحتك الشخصية سوف تجد البروفيل الخاص به هنا. إذن إخوان، هذه الطريقة التي تمكنك من معرفة الأشخاص الذين يزورون يعني ملفك الشخصي في تيك توك. ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.